يسعد مساكن والف شروط المسابقه. عندك 15 سؤال للمليون، عندك المحطه الاولى السؤال الخامس بيعطيك 1000 ريال ما بتخسرهم، المحطه الثانيه السؤال العاشر 32000 ريال بيضلوا معك مهما حصل، عندك ثلاث وسائل مساعده، حذف الاجابتين، الاتصال بصديق، طلب مساعده الجمهور، فيك تتوقف عن المسابقه لما بدك. جاهز نبدا؟ فاذا مع المتسابق ومن سيربح اليوم؟ السؤال الاول، الجواب صح صار معك 100 ريال. السؤال الثاني ب 200 ريال. الجواب صح وصاروا 200 ريال. السؤال ب 300 ريال. الجواب صح صاروا 300 ريال. هلا السؤال الرابع ب 500 ريال. الجواب صح صاروا 500 ريال. السؤال الخامس ب 1000 ريال. جواب صح صاروا 1000 ريال. السؤال السادس ب 2000 ريال. الجواب صح صار معك 2000 ريال. السؤال السابع ب 4000 ريال. الجواب صح صار 4000 ريال. السؤال الثامن ب 8000 ريال. الجواب صح صاروا 8000 ريال. هلا السؤال التاسع ب 16000 ريال. الجواب صح صاروا 16000 ريال.
هلأني السؤال العاشر ب 32,000 ريال. جوابك صح وصار معك 32,000 ريال. السؤال الحادي عشر ب 64,000 ريال. الجواب صح وصار معك 64,000 ريال. السؤال الثاني عشر ب 125,000 ريال. والجواب صح صار 125,000 ريال. السؤال الثالث عشر ب 250,000 ريال. كان معكم 125,000 صاروا 250,000. السؤال الرابع عشر بنص مليون ريال. جوابك صح صار 50,000 ريال. السؤال الخامس عشر مليون ريال. نبهتك انه 500,000 حافظ عليهم ما حبيت، بس مش رح اعزمك فيه لانك ربحت المليون. الف مبروك. شكرا لك.
الكرام، بتمنى لكم اوقات طيبه، ونلتقيكم ان شاء الله بحلقه مقبله من برنامج من سيربح المليون. الى اللقاء.